صراحة الله هاد الشركة من اللي دخلت طنجة والناس داير طنجة كانوا كيتشكاو منه خصوصا الناس ديال السيارة بطبيعة الحال اخر ما كيعرفش بان هاد المقطع كي باركي الطوموبيل ما عرفش بان كاين قانون خرج هاد المقطع صاب ما كيكونش يعرف ملي كيعمل له الصاب كيتفاجئ عاد كيزيدوا ملي كيجي كيتشكى كيزيدوا يعصبوا وهذه كيتخوب مشاكل يعني يكون نهار مشاكل جميع الشوارع حدا امنيه في بوريبا المهم بزاف المواقع خصوصا في بلايا الله راه خرجوا عليا انا واحد المره غير جيت لهنا باركي الطوموبيل ديالي طلعت وقيت اهبط خلاص 25 درهم نورمال هذا الشيء هذا راه ماشي من حق حتى شي واحد زعما هي الشركه هذه راه خرجت على عباد الله فهمتيني هذا الشيء اللي كاين الناس هو نورمالمون خاصو عليه يكونوا لي باركي بعدا هما فهمتيني بحال دابا هنايا كاين لي باركي غير لتحت في الجهه ديال البلاي اما هنايا في المدينه ما كاينش لي سوتيرين كاع ما كاينينش وكاين بنادم ما كاينش شي بلايك هنا اللي كيعلموا بنادم باللي راه هاد البلاصه هذه راه انتيردي ولا خصك تخلص فيها هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للقضيه ديال الصابو هو مشكل يعني من المواطن في جميع المدن المغربيه عنده تاثيرات سلبيه بزاف على المواطن ياخذ ليه بزاف الوقت ديالو بحيث يقضي شي غرض مثلا في واحد الوقت وجيز ديال 5 ولا 10 دقائق تصدق تيقضي في نص ساعه ولا في ساعه الهرب مثلا نظرا مثلا الانسان تيوضع السياره ديالو في واحد الموقع اللي يقضي واحد الغرض بالزربه تيرجع تيلقى راسو انه مثلا محتاج انه يمشي يخلص الاجراءات ديالو بزاف الاجراءات انه مثلا لو كان من الاحسن يكون واحد الحلول انه مثلا اما يخلص سير بلاص يلقى الناس اللي واقفين حدا الصابو تما يحل المشكل في ساعته يعني ماشي غادي يقلب على الادارات ويحل المشكل او لا يكون شي حل واحد اخر مثلا يعني خاص تلقى حلول يعني هذه المساله ديال الصابو كتاثر بزاف على المواطنين وكتاثر بزاف على الناس ديال اللي كيستعملوا السيارات هنا كانت الامور عاديه في طنجه كان كيجي اخر كيوقف السياره ديالو كيجي عنده واحد بوبري مسكين طال معاشو كيعطي اللي كتب الله كيمشي بحالو ما كيغوتو ما كيصدعوش حاليا تبدل الامر دابا صبحت الامر واجب اخر كيجي كيفرض عليه واحد الحاجه فهمتي وديك الحاجه اللي كيفرض عليه بزاز وكتوقع الكراهيه وفهمتي وهادشي ماشي معقول فهمتي الحاجه اللي كتكون بزاز ديما كتخلق العداوه والمشاكل وحنا كنتمناو ما يكونش هادشي هذا اختي اش نقول لك بالنسبه للصابو يعني راه مساله قانونيه يعني هو الانسان تيحط الطوموبيل ديالو في بلاصه ممنوعه كتجي تتلقاه حاط الطوموبيل بلاصه كراج يبغى يخرج بنادم من الكراج ديالو تيلقى بنادم حاط له الطوموبيل تما كاين واش غادي يعيط له في التليفون يعني مساله راه قانونيه الصابو يعني الصابو ما تحطش طوموبيلتك في بلاصه غير قانونيه ما غير يركبولكش الصابو ديالك في الراي ديالي الصراحه مزيان يعني على حساب مزيان باش كل حاجه يعني كتخصها تكون بلاصه كاين بنادم كيمشي بلاصه ماشي مسموح فيها الباركي وكي باركي يعني فهمتي كيفاش ومزيانه ولكن شنو خصو شي يعملوا بزاف يعني كثره بزاف هذا هو الراي ديالي انا يعني كل بلاصه خصك تخلص هنا وتخلص هنا بزاف راه كنظن انا المهم هما اختاروا واحد شي جهات اللي كيكونوا مركزين فيهم الطوموبيلات وداك الشيء اختاروا لا كوت د بحار اختاروا داك الشيء المهم هي واحد الحاجه معقوله يعني خصهم يروجوا زعما ديك فكره د لي باركين سوتيران وداك الشيء بالحق ما فكروش يعني خنقوا بنادم بزاف يعني كتمشي تجبر الطريق مثلا مضيقه عاملين لا لي بوند هنايا ولي بوند هنا يعني ما كتمشي تينا في واحد الطريق اللي خصها تدي وتجيب كتجبر بوند وحده باش تمشي يعني بالنسبه لي انا جاتني شتيتو مزيره شتيتو ما فكروش بزاف ما باقي خصها شي اعاده الرؤيه كنظن على هذا الموضوع هذا لو كان كانت عندك طوموبيل شنو هما المطالب اللي تبغي توجههم للرؤساء او للناس اللي مشرفين على هاد الشركات شنو المشكل اللي خلق هاد شنو السبب الرئيسي ديال هذه هو ان مثلا قله المرائب يعني ملي تكون في واحد المدينه اللي كبيره تبارك الله فحال طنجه وفحال المدن الكبار ملي تكون فيهم مرائب قلال يعني المواطن راه يعني ما تلقاش فين يوضع السيارة ديالو الا في ذاك الاماكن اللي يعني كيوضع امام اللي صابو دونك خاصو مثلا يكون حلول ان شاء الله اللي تكون مرائب كثار واللي تكون واحد شويه ديال التنظيم المطالب ديالنا هو ينقصوا منا ما يخلوش ما يعملوش بزاف يعني فهمتي لان يعني اخو مواطن كيباركي طونوم ديالو دقيقه هنا عاود يمشي لين يخلص بزاف يعني خصهم ينقصوا منا وعملوا ثمن مناسب وصافي هادشي هو دابا انا كنظن هاد الشركه هادي دابا غتعمل الصابو تعمل الصابو الناس اللي كيسيبوا الزبل الناس اللي كيسيبوا الزبل خصها تعمل لهم الصابو حيت خصهم يعملوا توقيت اخر فوق يعني فوق خصو يسيب الزبل بالليل حنا دابا طنجه عمرت بالزبل فهمتيني والناس هذوك هما اللي خصهم يعملوا لهم الصابو ماشي الطونوبيرات الناس ديال الطونوبيرات خصهم يسهلوا معاهم دابا عملوا باركينات في طنجه بزاف في ساحه الامام
في حدا جامع محمد الخامس في بلايا كامل باركينات ينقصوا الثمن عاملين 3 درهم في الساعه احسن يعملوا درهم ونص او 2 درهم عاودوا يعملوا السوايع بزاف ينقصوا له الثمن هذا هو الحل اما هذا الموضوع ديال الصابو يعمل غير مشاكل في طنجه بزاف you